هذه قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. جماهير الوداد تنتفض ضد البنزرتي. أعرب جمهور نادي الوداد الرياضي لكرة القدم عن غضبه الكبير مجددا من التونسي فوزي البنزرتي بعد تعادل الفريق الأحمر أمام الفتح الرباطي بدون أهداف المواجهة التي جمعتهما مساء يوم الأحد 31 ماي 2021 ضمن الجولة 21 من البطولة الاحترافية إنوي. وحمل أنصار فريق الوداد الرياضي التونسي فوزي البنزرتي مسؤولية المستوى المتواضع الذي ظهر به لاعبو الوداد الرياضي أمام الفتح الرباطي بسبب تدبيره السيء للمجموعة الودادية وإصراره على الاعتماد على نفس الأسماء وتعريض لاعبيه الأساسيين للعياء والإجهاد رغم توفر الفريق على عدد كبير من اللاعبين المتاحين له يقدر عددهم ب 33 لاعب. وعبرت الجماهير الودادية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائها من تعنت مدربها التونسي فوزي البنزرتي وإصراره على الاعتماد على نفس اللاعبين ما قد يفقد الفريق قوته المعهودة، وأعلنت صراحة تخوف فيها من ظهور الفريق بذات المستوى خلال المباريات الحاسمة سواء محليا أو قاريا. واستجنت الجماهير الودادية الخرجة الإعلامية الأخيرة لفوز البنزرتي عندما حل قبل يومين ضيفا على برنامج لقاء خاص أذاعته قناة الرياضية حين أعلن رفضه أنه لا يعتمد على مبدأ المداورة بشكل كبير لأنه في نظره لا يمكن تغيير فريق يحقق الفوز. وأضاف البنزرتي خلال البرنامج ذاته أنه خاض مباراة أولمبيك أسفي بالعناصر ذاتها التي خاضت مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد المولودية الجزائرية من أجل تحقيق فوز معنوي ونفسي قبل مباراة الإياب أمام مولودية العاصمة، لأن مثل هذه المباريات الإفريقية تتطلب جرعة معنوية في المسابقة المحلية. وتابع البنزرتي أنه يفضل بأن يأتي إليها اللاعب ويخبره بأنه غير مستعد لخوض المباراة لأسباب مختلفة من أجل أن يريحه على أن يستعمل مبدأ المداورة بتغيير عدد كبير من اللاعبين على مستوى التشكيلة المنسجمة. يذكر أنه في ظل توفر الوداد الرياضي على عدد كبير من اللاعبين في مختلف المراكز وبأسماء محترمة يطالب جمهور الوداد الرياضي من البنزرتي نهج مبدأ المداورة بين اللاعبين في ظل المنافسة الفريق على 3 وجهات مهمة لتفادي إرهاقهم. نهاية الخبر، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.